بطبيعة الحال احنا كمنظمة من خلال مكاتبنا وأعضائنا لما نتناول موضوع نتناوله بكل موضوعية ونتناولوه على أسس علمية. لما قلنا أنه سعر ما بلغ إليه الموز هو سعر غير عادل، نحن محقين يعني في هذا الأمر، والوقت أعطانا الحق. وكذلك نتمنى إن شاء الله. أنه من الأجهزة الرقابية وأجهزة القمع ويد المستهلك التي تساهم في استقرار الوفرة والأسعار، يعني أن تضرب بقوة يعني مثل هؤلاء ومثل هكذا الممارسات، لأننا في الحقيقة يعني سئمنا من هذه السلوكيات وسئمنا من هذه الوضعيات الغير عادلة وهذه الوضعيات التي تؤرق حياة المواطن وهذه الوضعيات التي وللأسف خلتنا في دوامة مع ناس مضاربين، مع ناس ما يخافوش ربي، مع الناس أعطتهم الدولة امتيازات ولكن ما عرفوش كيف يستغلوا هذه الامتيازات. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب تتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.